بهدف ترقية القدرات العلمية والبحثية للمعلمين، شهد صباح اليوم مقر جامعة أنجمينا مناسبة التوقيع لاتفاقية شراكة بين جامعة تشاد الافتراضية وجامعة أنجمينا، كان ذلك بحضور أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين مسار حسين. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدهود. دعما للأنشطة التربوية التي وضعتها الحكومة حول الرعاية التعليمية، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جامعتي أنجمينا والجامعة الافتراضية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين وترقية البرامج التربوية ورفع مستوى التعليم. هذا وقد تحدث عميد الجامعة الافتراضية زكريا فضل كتر عن أهمية البرامج التربوية الذي وضع لتحسين المستوى التعليمي وتأهيل الكوادر في تخصصات التكنولوجيا الحديثة. رئيس جامعة أنجمينا البروفيسور محمد بركة هو الآخر صمن جهود الحكومة الرامية إلى رفع مستوى التعليم وتقوية قدرات المعلمين في المجالات الأكاديمية، كما أعرب عن فرحته أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار بهذه البادرة الوطنية. نحيي هذه الخطوة الشجاعة ونحيي هذا التعاون، ونتمنى أن تحزو حزو هاتين الجامعتين وهذه المؤسسات، كل المؤسسات التعليم العالي وأيضا المؤسسات الوطنية، لأن في هذا الوضع الذي تمر به البلاد نحتاج إلى تضافر الجهود، نحتاج إلى الشراكة. والجدير بالإشارة فإن مثل هذه البرامج التربوية التي وضعت لوسائل التعليم ترفع من معنويات الدارسين والمعلمين في السلك التعليمي في البلاد.